هذا فعلا هذا القانون هذا جاء في إطار تتمة واحد عدد ديال القوانين اللي فعلا هذه الحكومة هذه عطت واحد الترسانة ديال القوانين اللي فعلا ضد مصلحة الشعب. هذا القانون هذا إلا كنا حاليا تفرضت على كل حال لحماية الشعب وحماية البلاد وحماية العباد بهذه الكمامات الصحية، الآن هناك كمامات أو تكبيل والأفواه، أي كمامات إعداد كمامات سياسية ما بعد كورونا، خاصة بأن الآتي جد خطير. كنعرف تأثير هذا الوباء وهذا الجائحة على النظام الرأسمالي العالمي ككل وعلى البلدان النامية بين المغرب، لهشاشة الاقتصاد، لعدم تحمل الدولة والحكومة مسؤوليتها باعتبار بأن شعاراتها كلها في توضيحات أن البطالة في تنامي، أن الاقتصاد في كساد، واحد العديد ديال الدوائر. نريد أن نرى اللائحة أو الصبورة السوداء، ولكن هذا تحليل للا بد أن نتمنى أن يخالفنا الواقع، ولكن عبر التجربة بأنه دائما الواقع وتحليلنا يكون مصادفا للصواب وللحقيقة. فهذا القانون هو ينضاف إلى ويذكرنا بقانون كل ما من شأنه سيء الذكر، باعتبار بأن أي هو أن تكبيل الحرية هو ضرب للفصل 25 من الدستور المتوافق عليه ديال 2011 اللي كيضرب حرية التعبير، حرية الرأي، وكذلك مزيد من قمع الحريات ديال المغرب اللي مشى فيها هذه مدة سنين وخاصة في الآونة الأخيرة، وما المحاكمات التي حكم بها واحد العدد من الفيسبوكيين ومن المواقع الاجتماعية وغيرها من الحقوقيين ومن النشطاء إلا دليل على من دعي. ولعل المغرب خاصة أنه الأمم المتحدة حاولت أنها كتضمن ضمن الدول 30 اللي أنها في إطار القانون ديال الطوارئ، وهذه القوانين هذه تم خرقها وتم فيها الانتقام من النشطاء الحقوقيين ومن المعارضين ومن غيرها من طرف السلطة سواء المحلية أو الوطنية. وبالتالي فهذا القانون الآن ديال 22-20 لا بديل لنا إلا من مواجهته بكل الأشكال وبتكثيف الجهود ديال المنظمات وديال الأحزاب الحقيقية وديال الإعلام الحقيقي، ولعل المواقف الصحفية ستكون إلى جانبنا وإلى جانب الصف الرافض لهذا القانون باعتباره هو خنقا ويدخل ضمن يحاول أن يشرع ويشرعنا محنة الحريات العامة التي يعرفها المغرب والتي أكدها جميع المراقبين والمنظمات الحقوقية أن المغرب يمر من واحد المحنة للحريات العامة، بل أكثر من ذلك هي تراجع خطير وردة حقوقية، وبإجماع جميع المنظمات الحقوقية سواء الوطنية أو الدولية، ولا سبيل من ذلك إلا المواجهة بكل الأشكال ولصاحب الحق الدفاع والحق ولصاحب الحق الدفاع عن مصالحه ومصالح هذا الشعب بما أوتينا من قوة. وتحية لكم جميعا.